السلام عليكم، معكم طلال نقار، متابع معكم بسلسلة النيفروباثولوجي. وصلنا معكم للحالة رقم 15، نبدأ بعرض الحالة. في عندي مريض رجل أبيض كوكيجن، عمره 49 سنة، جاي لعندي بألم بطني بالقسم العلوي الأيمن، المراق الأيمن العلوي. في عنده قصور كلوي حاد، وفي عنده هيماتوريا، في عنده بيلة دموية. بالقصة المرضية في عنده ديب فينس ثرومبوسيس، في عنده خثار وريد عميق من 12 سنة، في عنده خثار بالصمام الأبهري من عدة سنوات، وفي عنده أضداد الكارديولبين إيجابية، في عنده قصة ارتفاع ضغط، وفي عنده ما عنده سكر. بالفحص السريري بالطرفين السفليين في عنده ليبيدو ريتيكولاريس اللي هو التزرق الشبكي، ما عنده وزمات بالطرفين السفليين، وضغط الدم كان عنده 158 على 78. تحاليل الدم، الكرياتين اللي عنده كان 6، ومن 3 شهور كان 1 فقط، يعني في قصور حاد. في عنده الألبومين كان 2.3. فحص البول في عنده البروتين 1 بلس، في عنده المايكروهيماتوريا بيلة دموية مجهرية، في عنده لايكوسايتوريا اللي هي بيلة كريات بيضاء، وما في عنده اسطوانات خلوية. بالتحاليل المصلية في عنده الـ ANA كان بوزيتيف 1 على 40 من النمط سبيكلد اللي هو المشوك على ما أذكر، كان نيجاتيف للـ anti-DNA وكان نيجاتيف للـ anti-Smith. C3 والـ C4 كانوا نازلين سوا، وهذا بيدل على أنه في تفعيل للمتممة بالطريق الكلاسيكي. التحاليل المصلية الثانية كان كلها نيجاتيف او نورمال، وبيشمل هذا الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين، بيشمل الهيباتيتس سي انتيبادي، بيشمل اتش اي في والانكا. تحاليل الدم في عنده الهيماتوكريت كان 28%، في عنده الليكوسايت وايت بلاد سيل كان عنده 9000، والبليتليتس كانوا 56000 فقط. باللطاخة الدموية كان في عنده الشيستوسايتس اللي هي الكريات الحمراء المنشقة، أو المعجم بالطب الموحد بيسميها الفصيمة أو المنفصمة، بتكون كريات حمر متأذية، بتكون مشطورة بهالمعنى يعني. بفحص بالالترا ساوند الكليتين القياس عنده كان 12 سنتيمتر و 12.8 الكلية اليسرى والكلية اليمنى. 3 أيام بعد القبول المريض صار عنده انسيفالوباثي اعتلال دماغي. سي تي سكان للدماغ كان اظهر في عنده مولتيبل مايكرو انفاركتس، يعني احتشاءات مجهرية متعددة. نعمل له خزعة كلية لنشخص حالته. فهذا هو السلايد الاول، بعطيكم 5 ثواني لتعطوا ملاحظاتكم. هذا هو السلايد الثاني، هذا ارتري او ارتريول، هذا السلايد الثالث الاميونوفلوريسنس للفايبرين، وهذا السلايد الرابع هو المجهر الالكتروني. فبرأيكم ما هو أفضل تشخيص لهيك مريض؟ هل هو ديفيوز كريسنتيك جلوميرولونفرايتس باوسي اميون تايب اللي هو التهاب الكبب والكلية ذو الأهلة المنتشر من النمط قليل المناعيات؟ هل هو فالدنشروم ماكروجلوبينيميا فالدنشروم؟ هل هو ثرومبوتيك ثرومبوسايتوبينيك بيربرا اللي هي فرفرية نقص الصفيحات الخثارية؟ هل هو كاتاستروفيك انتي فوسفوليبيد انتي بادي سيندروم، متلازمة اضداد الفوسفوليبيد الكاتاستروفيك الكارثية او بهالمعنى اللي هو احد اشكال الانتي فوسفوليبيد؟ هل هو هيموليتيك يوريميك سيندروم، المتلازمة اليورمائية، متلازمة انحلال الدم الانحلالية اليورميائية HUS؟ اختاروا الاجابة الافضل وبننتقل لنقاش السلايدات وبعدين اعطاء الجواب. ننتقل لقراءة السلايدات. بالنسبة للسلايد الأول، الملون المستخدم ميثامين سيلفر اللي هو بيلون غشاء القاعدة باللون الأسود، لاحظوا محفظة بومان، لاحظوا غشاء القاعدة مرسومين رسم، لاحظوا أن اللمعات مسدودة، في شيء جوا اللمعات، في خثرات، في ثرومبوس. هذه الخثرات قارنوها بالخثرات اللي شفناها بحالة الهيباتيتس سي اللي هي كانت معقدات مناعية بهذاك الوقت، بروتينات سميناها
هيالين ثرومبوزس. هون هذه ما هي هيالين، ربما لو تخيلتوا معي اكثر راح تشوفوا الغشاء القاعدي ما هو سليم، ما هو لا يبدو سليما. ربما انا عم اتخيل بس ما هو نفس الغشاء القاعدي اللي بتشوفوه بهذيك الخثرات. هذه الخثرات فايبرينية، في اذيه بالغشاء القاعدي بالخلايا الاندوثيليال، مختلفة كليا عن اللي شفناها بالهيالين ثرومبوسيس تبع الهيباتايتس سي اللي هي معقدات مناعية. هذا ارتريول، لاحظوا انه في عندي خثرة، في عندي ثرومبوس داخل الارتريول، في عندي اذية بالبطانة. حقيقة البطانة ما هي سليمة، ما في ارتشاحات بالكريات البيضاء، ماني شايف كريات بيضاء وايت بلاد سيلز، بس في عندي اذية بالانتمة حقيقة بالبطانة تبع الشريان او الشرين. نفس الكلام هون، في تسمك وفي اذية. بالنسبة للإيمينوفلوريسنس الفايبرين بوزيتيف، لاحظوا انه الفايبرين عم يكون جوا اللومنز داخل الانتر، داخل الكابيلري، داخل الشعريات، وهذا بيتماشى مع الحكي اللي شفناه بالسلايدات السابقة. فهذه خثرات من الفايبرين وليست من الهيالين، ما هي بروتيني، ما هي مواد بروتينية، هي خثرات حقيقية. ما عندي كتير تعليق على هذا السلايد، رغم انه يعني في حكي بالقراءة الرسمية انه هذه فايبرين، ما حاحكي اكثر من هيك. فمرة ثانية هذه فايبرين ثرومباي، في خثرات فايبرينية، الاندوثيليوم دينودد متأذي، وهذا ما يميزها عن الخثرات الثانية اللي هي هيالين. ما كان في كريسنس مثلا، ما في اذيه بالغشاء القاعدي. الشرين كان في عنده انسداد اللمع بالخثره الفايبرينيه، في عنده تسمك وفي اذيه او انتفاخ بالخلايا الاندوثيليال، وفي دينوديشن يعني في تعري لهذه الخلايا، في اذيه لهذه الخلايا. نفس الكلام هون، ما في شيء اضافي، بالاضافه لانه ما في انفلاماتوري، ما في انفلاميشن بالجدار الوعاء، ما شفنا كريات بيضاء. الاي اف قلنا هو انترا كابيلاري، هذا هو التعليق عليه. الاي جي ام كان بوزيتيف، السي 3 كان بوزيتيف، هاي نون سبيسيفيك، ما كان نوعي. الاي جي ام بيتواجد بكل، يعني هو بيتواجد عموما لما بيكون في عندي اذيه. وجود الاي جي ام بحد ذاته قلنا الاي جي ام هي جزيئات كبيره، فممكن تحتبس احتباس نون سبيسيفيك. مثلا ذكروا بالاف اس جي اس مثلا لما بيكون بيصير في فايبروسيس، بتحتبس الجزيئات الاي جي ام، ما بدل انه هي معقدات مناعيه مشان نتذكر. مثل ما قلنا ما في معقدات مناعيه. تعليق على المجهر الالكتروني، كان في عندي فوكال الكترون دينس فايبرين تاكتويد، هي اللي شفناها بسلايد المجهر الالكتروني، في سويلينج بالاندوثيليال سيلز. التشخيص اللي بيجمع كل اللي حكيناه هو الاكيوت ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي تي ام اي وذ مولتي سيستم انفولفمنت، بوجود الهيستوري اوف انتي كارديولبين بيحط لنا تشخيص الكاتاستروفيك انتي فوسفوليبيد انتي بادي سيندروم. لاحظوا فرق بين التشخيصين. طبعا التاكتويد هي، هذا تعريف التاكتويد، هي عباره عن جزيئات متطاوله شكلها مغزلي، ما حد دقق كثير فيها. بس لاحظوا انه انا هون حطيت تشخيص تي ام اي ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي، وحطيت تشخيص كاتاستروفيك انتي فوسفوليبيد انتي بادي سيندروم. هذا تشخيص سريري، هذا تشخيص باثولوجي. فلما بنقول تي ام اي، فالتي ام اي هي تشخيص تشريحي مرضي وليس تشخيص سريري. لا يكفي اني اقول انه المريض معه تي ام اي، بدي اعرف التي ام اي شو سببها، لانه التي ام اي ممكن تتسبب بعده امراض، وكل مرض منهم له طريقه علاج مختلفه عن الثاني. فان هذا المريض معه مضاد فوسفوليبيد الكاتاستروفيك، لا يكفي انه اقول انه بقراءه التشريح المرضي عنده تي ام اي، لازم اعطي التشخيص الثاني اللي هو الانتي فوسفوليبيد سيندروم. مثلا عم يعطيني هون ارتريول، هاي بس مشان نستفيد اكثر بالسلايدات. في عنده موكويد انتيمال اديما، في اذيه بالبطانه، في لاحظوا الشكل كيف البطانه متسمكه هون، وعاطي في تحول للميكويد للماده مخاطينيه.
لاحظوا هون الدوبليكيشن لل للبيزمنت ممبرين. اظن هذا شف صارت يعني واضحه عليكم موضوع الدوبليكيشن الدبل كونتور تضاعف الغشاء القاعدي. حكينا لما حكينا عن ام بي جي ان انه لما بيصير في كرونيك انجري ممكن يصير في عندي محاوله لترميم الغشاء القاعدي وبيعمل دوبليكيشن وبالتالي بيعمل ام بي جي ان باترن. هي الحاله كرونيك انتي فوسفوليبيد نيفروباثي طبعا مختلف عن الحاله اللي عرضناها, فلذلك عم بعطي الام بي جي ان باترن. لاحظوا كيف الغشاء القاعدي متضاعف, اظن واضح صار الدوبليكيشن عليكم تحت المجرى الالكتروني. هي الماده لوسنت او يعني في انحلال او يعني ما بعرف شلون اوصفها اكثر, بس في الدوبليكيشن للغشاء القاعدي, محاولة ترميم الغشاء القاعدي صريحة وجلية. هون نحكي كلمتين سريعات عن التي ام اي ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي. طبعا مثل ما انها هي تشخيص تشريحي مرضي, بيتميز بانه في عندي بصير في اذيه بالغشاء بالبطانه الوعائيه, وهذا بيؤدي الى تشكل خثرات بالمايكروفاسكولاتشر بالاوعيه الدقيقه. هذا الشيء بيؤدي الى سوء عمل الاعضاء, ممكن يعمل اذيه كلويه, ممكن يعمل اتلال دماغي مثل ما صار بحاله مريضنا, ممكن يعمل اذيه كبديه, بيعمل بسبب الخثارات بهي الاعضاء ممكن يعمل اذيه وخاصه الكليه لانه فيها كثير كابيلاري. استهلاك الصفيحات حينزل البليتلتس, وجود الخثرات حيعمل هاي شير ستريس وحيعمل فراجمنتيشن للار بي سي, وحنشوف الكريات الحمر المشوهه اللي قلنا عنها شيستوسايتس. فهذا وجودها معا, طبعا في معايير اذا بتذكروا للتي تي بي ولل مثلا المعايير الخماسيه, وجود حمى, اعتلال دماغي, كذا كذا كذا, انحلال دم. فهي اللي عم يصير حقيقه على التشريح المرضي هو تي ام اي. هل هذا التي ام اي ممكن يصير بكل هدول الاسباب, كلها امراض التي تي بي, الاتش يو اس, كل وحده اليته مختلفه عن الثاني. في الاتيبيكال اتش يو اس, دي اي سي ممكن يعمل نفس الصوره, ترانسبلانت مثلا البون مارو ترانسبلانت بيعمل تي ام اي, الفاسكولايتس بالاس ال اي مثلا لو ساوى انتي فوسفوليبيد مثل ما حاله مريض, حاله مريض كان انتي فوسفوليبيد على البرايمري بس لو كانت سكندري اس ال اي مثلا نفس الشيء. ممكن الالوغرافت ريجكشن يعمل تيومر امبولاي, كل هدول الاسباب يعملوا تي ام اي على الباثولوجي. تمام, انا احاول اميز بين التشخيص التشريحي المرضي وبين التشخيص السريري, لانه كل هدول كل حاله من هدول الحالات لها علاج مختلف. فاظن واضح انه عندي انا البطانه هون سليمه, الكريات الحمراء عم تعبر, الصفيحات عم تعبر, ما في تفعيل, عم يصير اذيه بالاندوثيليال سيل, وهذا الشيء عم يعمل تفعيل للتخثر على مستوى الاوعيه الدقيقه مثل ما حكينا ومثل ما شرحنا. هذه الكريات المجزأة سكيزوسايتس المشوهة هي مهمة جدا بالتشخيص, يسموه جزء من تشخيص المرض. التي ام اي ممكن هذا ربما تصنيف قديم انه انا بعاير الادنس 13 اذا كان منخفض معناتها بحط تشخيص التي تي بي, اذا كان طبيعي معناتها انا بتطلع على وجود قصة اسهالات. إذا في قصة إسهالات إيجابية فهذا تشخيص الـ HUS هيمولوتيك يوريميك سيندروم, متلازمة اليورمائية انحلالية اللي هي بتصير بالشيجا توكسين بروديوسينج انفكشن اللي هي الإيكولاي والشيجيلا, فهذا بيسموه تيبيكال HUS, التي HUS النموذجية. هلا إذا ما كان في قصة إسهالات معناتها هذه اتيبيكال لا نموذجية اللي بتنتج عن كل هالأسباب هي. احد اهم الاسباب اللي حكينا عنها لما حكينا عن اعتلالات الكومبليمنت, كومبليمنت ديسريجوليشن, ان الديسريجوليشن او تفعيل المتممه بالطريق البديل بسبب وراثي او بسبب عوز احد العوامل او الضاد بيعمل نمطين من الاصابه للكليه, بيعمل سي 3 جلوميرولوباثي, ارجعوا للمحاضره, او بيعمل اتيبيكال اتش يو اس. ليش بيعمل هيك او هيك لحد هلا ما بنعرف. ممكن الأدوية تعمل اتيبيكال اتش يو اس, ممكن الحمل مرتبط مع الحمل, الراديشن مثلا, الانتي فوسفوليبيد حكيناها, ارتفاع الضغط الخبيث اللي هو ارتفاعات شديدة ممكن تعمل اذية على مستوى الخلايا البطانية الوعائية الاندوثيليال, الانتانات ستريبتوكوكس نيومونيا ممكن تعمل
التيبيكال اتش او اس اللي هي مختلفه عن اللي بتصير مع الايكولاي. هاي طريقة تانية للتصنيف ربما أعقد شوي، بس مرة تانية كلهم هذول بيعملوا TMA thrombotic microangiopathy على مستوى الأوعية، وإن كان الآلية مختلفة إما primary أو secondary، إما primary هتكون وراثية أو مكتسبة، secondary اللي هي ثانوية لمرض معين، او في عندك الانفكشن ريليتد تي ام ال. الانفكشن ريليتد تي ام ال نسبته الاس تي سي اللي هي الشيجيلا التوكسين اللي الايكولاي والشيجيلا بتفرز توكسين معين، هذا التوكسين بيؤذي الخلايا الاندوثيليال وبيعمل خثاره على مستوى هي البطانه وبالتالي بيعمل اذيه، وهذا ربما يكون بيصيب احيانا، يعني مش دائما بيصيب الكليه، بس بيصيب الكليه بشكل نوعي. خليني اقول النيوموكوك المختلف صراحه، اصابه ذوات الرئه بالنيوموكوكس ممكن تفرز انزيم معين بسموه نيوراميداز، هذا الانزيم بيروح على الكريات الحمر بيخرب او بيظهر احد المستضدات عليها اللي كان مخفي بالشيء بالحاله الطبيعيه. ظهور هذا المستضد بيخلي الاضداد اللي متشكله تتفاعل معه وبالتالي بتعمل لي الاذيه. هي آليته ربما. بالنسبة للأكوير تبع التي تي بي لما بيكون في عندي أضداد تجاه الأدمز 13 اللي هو هذا الإنزيم هو شغلته يخرب أو يفكك الفون ويلبراند فاكتور، وبالتالي غياب هذا الإنزيم بيعمل معقدات طويلة وبالتالي بيساوي خثرات وتفعيل، بيعمل نفس الأذية بالنهاية، حيصير خثارة على مستوى الأوعية الدقيقة واستهلاك للصفيحات وشطر للكريات الحمراء، وبالتالي ممكن وبيعمل أذية أعضاء متعددة، اعتلال دماغ، أذية كلية مثل ما حكينا، وإن كان بتي تي بي أذية الكلية أقل من الـ HUS حقيقة. الوراثي مثلا يكون في عندي غياب وراثي للأدم 13 مثلا، أعواز المتممة حكينا عن أعواز المتممة مثلا، كلها تهي أجزاء جزء من أعواز المتممة. السكندري بقى حكينا عنه ذكرناه هون، رجع بقولهم بشكل سريع مثلا البون مارو ترانسبلانت، دراج انديوست، أمراض المناعة الذاتية سواء الاسلي أو غيره، الخباثات ممكن ترافق مع تي ام اي، الأمراض الكبية بعضها بيساوي تي ام اي مثلا، الحمل، الهيلد سيندروم، كلها بالنهاية بتنتهي بنمط تشريحي مرضي اسمه thrombotic microangiopathy. حكينا هذا الكلام ما هعيده مرة تانية، تذكير بانه عم يصير في عندي تفعيل للمتممة وهذه المتممة عم تخرب الاندوثيليال سيلز، على الاقل انسايتو مثلا اظني هيك اعطيت لمحة، ما هقول غطيت لان كل ما غطيت لازم تعالج الموضوع من بالتفاصيل، انا عم حاول اخذ الموضوع من وجهة نظر باثولوجي مع شوية او مراجعة بسيطة للباثوفيزيولوجي والباثوجينيسيس. بتشكركم على المتابعة، يا ريت اذا اعجبتوا بالمحاضرة تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وان شاء الله نلتقي بحالة قادمة.